لا العيني لعمل المسرحية. عم العابد وابو العابد في سجون أصداء. وين؟ في سجن أصداء عند المسالحة. ربنا يفرج عليهم يا رب جميعا. يا رب يفرجها عليهم يا رب، وكلهم يطلعوا ويصيروا كويسين يا رب. واحنا بدنا نرسم البسمة على وجوههم. نرسم البسمة على وجوه عنوان المسرحية يا ام العبد. عنوان المسرحية هذا كل معايا المحوى الأمية. معولي هذا الزلمة اللي بده مني الدين، بده مني 200 سيكل، وبمضى على كمبيالي 2000 سيكل. عشان بعرفش يقرا صحمه. وبتورط، ويا ويلو اللي بيعرفش يقرا ويكتب، بقول خشوك في هالدنيا. لازم تدفع 2000 شيكل. لازم تدفع. طب انا علي دين 200 شيكل، كيف صار ال 2000؟ ما بتعرفش تقرا. ممتاز، احسن. صح. والسلام عليكم.